يجلس الحاج حسن والد الشيخ أحمد الغريب قرب دكانه لا يدري شيئا عن ابنه الموقوف بتهمة تفجيرات مسجدي طرابلس سوى أنه بريء. شو متهم يعني؟ متهم يعني هو له يومين موقوف. ليه موقوف؟ ما بعرف، اجوا اخذوه. اجوا اخذوه من البيت؟ انت كنت موجود؟ كنت موجود. انه ليه متهم؟ هلا بده يطلع اليوم، بده يطلع يا اليوم يا بكره. اما والدته الحاجه عواطف فتلعن كل من ظلم الشيخ وتؤكد ان الجميع مسلح في هذا البلد. او عنده سلاح لبيته. انت عندك سلاح وانت عندك سلاح وكل واحد عنده سلاح ببيته. يعني هو مثل اي مواطن. نعم. هو شيخ علي. وهو كانت العالم حط عين عليه وبدها تنطقم عليه لانه هو شيخ، فكروه من عند الله نزيل. اما شقيقه الدكتور زياد فيرى ان الشيخ مخطوف سياسيا لا متهم. انا برفض كلمه متهم على الشيخ احمد، برفضها تماما. هو الشيخ احمد فعلا مخطوف سياسي، اول شغله مخطوف سياسي. الشيخ احمد تعرض لعده هجومات، والشيخ احمد شيخ بيعرف دم المسلم على المسلم حرام وبيحكي فيها بالناس. والشيخ احمد دائما بيقول اذا حدا تعرض لي فانا ما حد، لانه بالنهايه مسلم مثلي مثله، مواطن مثلي مثله، ولا ممكن ابدا الشيخ احمد اذا بشوفه بعيني، ولا علما انه انا مبدئيا تقريبا انه انا بعرف يعني مين الشيخ احمد، حركته السياسيه كيف. يعني يقال انه هو مقرب جدا من حزب الله وهيدي. الشيخ احمد مقرب من حركه التوحيد الاسلامي مجلس القياده، وهو مسؤول سياسي من 12 سنه قبل الانقسام اللبناني تماما. زوجة الشيخ الغريب تروي تفاصيل الاعتقال مستنكره اتهامه. هو كان هون عم يصلي وكتار الكل اللي شافه كان عم يصلي هون الساعة 12 كان بالمنيا. شو يقولوا عليه ليقولوا مرق من حد جمع السلام؟ 100 واحد مرق لمكم، شو غيره؟ ليه؟ إلا هو بالذات شو عامل هو؟ غيره عم يقطع ويشلح لمكم شو؟ ليش تاركين شباب التبانة كلها مسلحة؟ مين عم يصلحها شباب التبانة؟ كلها وليدات مليانة سلاح. وقت اي شغله بتصير بينزلوا رش 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 عن ابو جنب لهول ما بيكمشون. فاتوا على اوضتي وطلعوا على التختيه لفوق. ليكم هون تفضلي. تصر عائلة الشيخ أحمد الغريب على إبقاء غرفة نومه إلى حين عودته، كما آلت إليه بعد تفتيشها لدى اعتقاله. رزان وعواطف ومؤتمن، أولاد الشيخ ينتظرون مع والدتهم الساعات القليلة لخروج والدهم حسب ما أخبرهم عمهم الذي أكد لنا ذلك أيضا قبل خروجنا من المنزل. هنقلكم وداعا ولنا لقاء، لأنه أكيد هترجعوا وهتنونا بسلامته وإن شاء الله كلها سعادة بإذن الله.